دكتور، ما هي الأعراض التي تظهر على المريض ليعلم أنه يجب عليه مراجعة طبيب جراحة عصبية بشكاية تضيق نفق الرزق؟ تمام. الاعراض نفق الرسغ بتكون خاصه مميزه عن فتق النواه اللبيه الرقبه. اعراض نفق الرسغ بتجي بعد الاعمال اليوميه المجهده، يعني على الراحه عندما ينهي المريض اعماله الشاقه، وبنسميها مثل اعمال المزارعين، اعمال الاستخدام المطرقه، الحداده، سحب الاوزان الثقيله اللي بتستخدم قوه وعنف على راحه اليد. فالاعراض تظهر بعد الاعمال المجهده في ألم شديد من ناحية الرسغ يمتد حتى الكتف، مع خدر ونمل مرافق في الأصابع الثلاث والنصف الوحشية في اليد، ويضطر المريض إلى يأخذ وضعي أنه بيحرك إيده وبيرفعها للأعلى مشان يخفف الوزمة اللي بتصير نتيجة الضغط، تضيق نفق الرسغ، وبيصير ضغط على الأعصاب، فبيحاول يخفف الوزمة قدر ما استطاع عشان يعطي توسعة لنفق الرسغ ويريح العصب الناصف. بعكس ذلك الديسك الرقبي بتجي اعراضه على التعب، على الالم، وهذا هو نعتبره تشخيص تفريقي بيناتهم عشان نميز انه الضغط على العصب الناصف هو في الناحيه المحيطيه اللي عند قيد القابضات او رسغ، او من منشا مركزي يعني من الديسك الرقبي.